السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من قناة الغية، معاكم أخوكم عماد حمدي. النهاردة إن شاء الله طبعا إحنا زي ما قلنا بدأنا إن إحنا ندرب الزغل الجديدة إن إحنا هنرميها مع بعض، وإن شاء الله بإذن الله هنشوف الموسم دوت هنوصل كام كيلو. المرة فاتت توقفنا عند 12 كيلو، إن شاء الله الموسم دوت مش هنتوقف بإذن الله، لسه قدامنا وقت طويل بإذن الله. فهنشوف نقدر نوصل لحد كام، يعني انا عايز اوصل حتى لو لحد 1000 كيلو، اشوف هل الحمام فعلا هيقدر يتابع ولا هيجي في مرحله كله ويروح. هنشوف الكلام ده كله بالتجربه مع بعض. طبعا النهارده احنا هنعمل ايه؟ هنخلي الزغاليل ديت طبعا لازم قبل ما ترميها او تبدا تدربها لازم بالراحه، يعني تريحها زي ما احنا قلنا ان هي بتتعود على المكان. طبعا تقدر ترجع للفيديوهات القديمه بتاعت نش البلكونه. هنبدأ النهارده نخليها تستحمى داخل الشتاء، وهيبقى حكاية الحموم دي هتبقى قليلة جدا تكاد تكون نادرة. فأنا بحب إن هو الحمام يستحمى طبيعي، مش إن أنا أمسكه وأقوم رشه بحاجة أو أقوم مغطسه في المية. الكلام ده لو في حشرات برشه، مفهوش جيب مية حط فيها ملح أو إكتوميثرين 5% أو حتى مية سادة مش مشكلة لو مفيش الحاجة دي. وبتبدأ تخلي الحمام إن هو ياخد دش في المكان بدون ازعاج. طب تعالوا نشوف كده عملنا ايه معاهم. يبقى زي ما انتم شايفين جبت لهم طبق كبير، طبق بلاستيك، ممكن تجيب لهم اي حاجه عندك، المهم زي ما انتم شايفين ان هم يقدروا ينزلوا فيه. طبعا الميزه في حكايه ان هم يستحموا لوحدهم من غير انا ما احميهم ان هم بياخدوا على المكان، يعني الحمام خصوصا الزاجل اللي انت هترميه من مسافه لازم يكون واخد على المكان، او بمعنى اصح بيحب بيته. طب هيحب بيته ازاي؟ ان هو يلاقي مية مستمر ما يعطش، ويلاقي كلفة نظيفة. وزي ما انتوا شايفين ان هو لما بيستحمى زي كده ده بيزيد ارتباطه ببيته. فطبعا ان انت لما هو يترمي يبقى عايز يرجع لبيته اللي فيه كل الحاجة اللي هو محتاجها. طبعا انا مش بزعجهم، بس مش معنى اني مش بزعجهم ان انا سايبهم لوحدهم. طبعا انا بدخل البلكونة لكن مش بروح ناحيتهم. ايه الفكرة من كده؟ ان هما زي ما احنا كنا قايلين في الفيديوهات بتاعت نش البلكونة من الاول، ان الحمام يبقى متعود على وجودك في البلكونة او في المكان، مش اول ما تدخل البلكونة تلاقي الحمام جري وراح ركن. لا، ودي من اسباب ركن الحمام برضو، ان هو مش متعود عليك او على المكان كويس، لازم من وهو صغير يكون متعود على المكان. طبعا زي ما انتم شايفين الحمام بيستحمى ومستمتع ومفيش اي مشكلة الحمد لله. دي طبعا المية بتساعده على تنظيف الريش وتظبيط الريش، وان هو يبقى نفسية الحمامة كويسة. طبعا طول ما هي مرتاحة طبعا مفيش مرض ومفيش اي حاجة بإذن الله. ولما هتطير هتطير كويس، ولما تترمي ان شاء الله هتبقى بتبذل اقصى مجهود ان هي ترجع للمكان اللي هي بتحبه، المكان اللي فيه الحاجة اللي هي عايزاها. طبعا ده بيساعد برضه في تستيف الريش وتظبيطه، وده بيساعده بالتالي في الطيران زي ما انتم شايفين. حتى الزغلول اللي بيكون واقف على السور بيشوف المية والحمام بيستحمى بيقوم نازل زيه. طب في الشتاء، هل في الشتاء الواحد يحمي الحمام؟ حسب حاجة الحمام، يعني انت لو شفت في يوم مثلا ان الحمام جاي جنب المسقة وعمال يعمل حركة ان هو بيستحمى كأنه بياخد مية من المسقة كده، وزي ما انتوا شايفين الحركة بتاعته بتاعت الحموم بتعمل ايه؟ بتجيب له الحاجة اللي هو يستحمى فيها على طول. ما تخافش بقى من البرد، طالما هو حاسس ان هو عايز يستحمى خلاص فما فيش مشكلة. اهم حاجة ان هو ينشف تمام، طالما الريش هينشف يبقى الحمام مش هيتعب حتى لو في الشتاء ما فيهاش مشكلة يعني. لكن ما يستحماش غصب او بالعافية، يعني ما تمسكوش انت في الشتاء تقوم مغطسه في مية كده هو استحمى غصب عنه، ممكن يعيا لان هو ممكن حاسس ان هو مش قادر يستحمى او المية ساقعة عليه. لكن لو هو عايز يستحمى ما فيش مشكلة، هيبقى هو متقبلها. طبعا حمى الحمام يعتبر من تجهيز الحمام او من تجهيز الزغاليل
للموسم الجديد بالنسبة للرمي او للنش او لاي حاجة. زي ما انتوا شايفين بتزيد صلته بالمكان، يعني زي ما انتوا شايفين الحمامة اللي بتستحمى وبتخلص بتقف تنشف في ارضية البلكونة، ما بتطلعش تجري في اي حتة. وانا زي ما قلت لكم بدخل عليهم البلكونة لازم عشان يتعودوا عليا ان انا مش يشوفوني يطلعوا يجروا. زي ما انتوا شايفين اهم حاجة مفيش ازعاج، حتى لو داخل عليهم البلكونة ما تزعجهمش، مفيش بقى اجري وراهم ولا امسكهم اشوف عليهم كام ريشة ولا دكر ولا نتاية ولا الكلام ده كله، لسه مش وقته. طالما هم زغليل خلاص. طبعا هم برضو بيشوفوا بعض وبيتعودوا على بعض بحيث ده ينفعهم في الطيران. طبعا طبعا ما ننساش برضو نديهم الكالسيوم ونحط لهم توم في المية وبصل، الكلام ده مضاد حيوي كويس يعني من غير الأدوية او اي حاجة، وملهوش كورس يعني مش لازم ان انت كم مرة في اليوم او كم مرة في الشهر او الكلام ده كله، وقت ما تحط الحاجة دي مفيش مشكلة في مية الشرب يعني. طبعا حكاية الحمى دي ان هم يستحموا براحتهم يعني مش عارف اقول لكم هي مفيدة قد ايه للحمام، خصوصا نفسيا ان هو يعني انا مش عايز اكرر الكلام، لكن من كتر ما هي مفيدة فالواحد بيقعد يكرر في الكلام كل شوية، فدي يا ريت يعني ما تنسوهاش ان هم يستحموا لوحدهم ويبقوا مرتاحين، يعني مش الفرد ينزل يستحمى ويطلع يجري، لا تسيبه براحته. طبعا زي ما انتوا شايفين هيبداوا هم يطلعوا على السور لوحدهم، طبعا زي ما انتوا شايفين هم هيبداوا يطلعوا على السور لوحدهم بحيث ان هم الميه تنشف لان مفيش شمس، زي ما انتوا شايفين الشمس مغيمه شويه. انتظرونا بقى ان شاء الله في الحلقه الجايه ان شاء الله هنطيرهم، هنشوف بقى نفتح لهم الصبح بدري وهنشوف هيعملوا ايه مع بعض. طبعا الكلام ده دلوقتي احنا بعد الظهر تقريبا، فما ينفعش بقى اقول اهشهم واقول عشان يطيروا مثلا، لا خلاص ده هم زغليل وان هم خلاص طاروا الصبح او مطروش وجي عليهم بعد الظهر وحمتهم ما اقول لهمش هش، خلاص مفيش مشاكل لحد ما يجي وقت الكلفة ويحبسوا براحتهم. زي ما انتوا شايفين واقفين على السور ما روحش ناحيتهم ولا اقول لهم اي حاجة، وانتظرونا ان شاء الله في الحلقة الجاية هنطيرهم سوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.